بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تم تكريم معلمات الصف الأول وكذلك الكادر الإداري لقاطع الصفوف الأول. ما يقطع الجميع الدور اللي يقومون به معلمات الصف الأول واستخدامهم للوسيلة التعليمية. الوسيلة التعليمية مهمة جدا لإيصال المعلومة للتلميذ بكل المراحل الابتدائية بدءا من صف الأول وانتهاءا بصف السادس. معلمات الصف الأول أبدعن في استخدام الوسيلة التعليمية، وهذه شهادة نعتز بها من قبل مشرفة الصفوف الأولية ست بشرى. زارت معلماتنا وأثنت على استخدام الوسيلة التعليمية و نتذكر احنا كلنا الاسبوع الماضي المعرض اللي اقيم في قاطع الصفوف الاوليه، معرض الوسائل التعليميه، وطلعنا عليه وكان ويانا ضيوف الامان. كل الشكر والتقدير لمعلماتنا، ونامل ان يحذو حذوهم معلمات بقية المراحل باستخدام الوسيلة التعليمية لما لها أهمية. شكرا جزيلا. ما أشرقت في الكون أي حضارة إلا وكانت من ضياء معلم، حيث يبذل المعلم جهدا كبيرا في معاملة التلاميذ، حيث يوفر كل الوسائل التعليمية لإيصال المعلومة إلى كل تلميذ. وهذا ما قاموا به معلمات الصف الأول في مدرستنا، حيث قاموا بعمل معرض خاص بالوسائل التعليمية تحت إشراف مدير المدرسة الأستاذ غازي عبد الهادي حسين. وكان هذا مثال على التفاني والإخلاص بالعمل، حيث تعكس هذه الجهود المبذولة في ترسيخ المعلومات في أذهان التلاميذ، وكذلك تعتبر وسيلة ترفيهية تبعث المرح في نفوسهم. لذلك لكم منا جميعا كل الشكر والتقدير لكل ما تبذلوه من جهد، ونأمل أن تظلوا كما أنتم منارة لكل تلميذ. يتفضل السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم ومدير المدرسة الفاضل الأستاذ غازي عبد الهادي حسين بكتاب شكر وتقدير ومكافأة مالية لمعاونات ومعلمات الصف الأول، وذلك لما يبذلوه من جهود استثنائية. فلنتفضل كل من الست عبير والست هدى. الآملون الصادقون المنجزون، من عمروها بالعلوم واليقين، من قادة الإخلاص دوما مبدعون، أو قادة بالدرس دوما رائدين. العاملون الصادقون المنجزون، من عمروها بالعلوم واليقين، من قادة الإخلاص دوما مبدعون، أو قادة بالدرس دوما رائدين. هم جندها الخفون لا يستأخرون، يبنون مجدا بالسماء مخلصين، دوما بحق الله فيها قائمون. العلم العريق طهر دين، هم جندها الخفون لا يستأخرون، يبنون